مرحبا، أهلا وسهلا بكم. لا يكاد المشهد يختلف كثيرا عما حدث في مخيم جنين. مخيم نور شمس يتعرض لتدمير ممنهج لبنيته التحتية مع استمرار التصعيد الصهيوني الخطير بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستمرار عمليات التصفية بدم بارد في كافة محافظات فلسطين، آخرها استشهاد شابين في طول كرم فجر اليوم. لماذا يسعى الكيان جاهدا للتصعيد عبر عدوانه المتواصل؟ ما خلفية الاحتلال في تنفيذ مخططاته الإجرامية؟ ولماذا يركز الكيان عدوانه على المخيمات؟ في موضوعنا الثاني من نبض العالم نبحث الهجرة غير الشرعية وتزايد المآسي التي تحصد العشرات من الباحثين عن حياة أرحب، وهذا عبر أخطر الطرق وأكثرها حصدا للأرواح من قبيل البحر الأبيض المتوسط، الحدود المكسيكية الأمريكية، إضافة إلى طرق داخلية في أفريقيا. الهجرة غير الشرعية في زمن العولمة، ما مدى مسؤولية الغرب؟ لماذا يصر الغرب على الحلول الأمنية بدل التنمية والاستقرار؟ من أوروبا إلى أمريكا، ما سبب الإزدواجية في التعامل مع مأساة المهاجرين؟ استشهد شابان فلسطينيان فجر الأحد خلال اقتحام قوة الاحتلال الصهيوني مخيم نور شمس شرق طول كرم. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس من المحاور كافة وفرضت حصارا مشددا عليه، فيما دمرت جرافات الاحتلال أجزاء كبيرة من شارع نابلس. طبعا قبل أن نتابع التقرير نرحب بضيفي في الموضوع. معنا مباشرة من القدس المتخصص في الشأن الصهيوني الأستاذ إبراهيم فضل الشيخ، معنا عبر سكايب. ومن طول كرم نرحب بمدير مركز الميدان للدراسات والاستشارات الأستاذ محمد ناجي صبحة، معنا أيضا عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. مشاهدينا، نتابع تقرير لعلاء الدين مديني في هذه الدقائق. فيما يمكن أن توصف بأنها قناعة ترسخت لدى الكيان الصهيوني بأن التعامل العسكري مع المقاومة الفلسطينية غير مجدٍ، غير قادة جيش الاحتلال الاستراتيجية ووجهوا البوصلة نحو ضرب المخيمات باعتبارها الحاضنة الشعبية للمقاومة. آخر فصول العدوان الصهيوني على المخيمات الفلسطينية ما عاشه مخيم نور شمس بطول كرم في الضفة الغربية المحتلة للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، عندما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم من المحاور كافة وفرضت حصارا مشددا عليه وداهمت عشرات المنازل وفتشتها تفتيشا دقيقا. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت استشهاد شابين من المخيم متأثرين بإصابتيهما الخطيرة في الرأس، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنهما من المدنيين ولا ينتميان لأي من فصائل المقاومة،
الأمر الذي يعزز برأي مراقبين فرضية أن الاحتلال يستهدف ترهيب سكان المخيمات لثنيهم عن احتضان المقاومة. على صعيد البنية التحتية، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جرافات الاحتلال دمرت مقاطع من الشارع الرئيسي للمخيم وشوارع أخرى، كما دمرت أجزاء من خطوط المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء، ما سبب انقطاعاً مؤقتاً للتيار الكهربائي عن المخيم، إضافة إلى تدمير عدد من مركبات الفلسطينيين والمحال التجارية. الرئاسة الفلسطينية اعتبرت ما أقدمت عليه قوات الاحتلال أعمالاً همجية ستجر المنطقة إلى المزيد من العنف. إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حرباً متواصلة على شعبنا الفلسطيني ومقدراته لتنفيذ مخططاتها التي أعلن عنها نتنياهو في كلمته بالأمم المتحدة، متحدياً جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. يسعى الاحتلال جاهداً إلى جر المنطقة لمربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، لكن جرائمه لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع إلى غاية تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية. الفصائل الفلسطينية من جهتها أدانت بشدة العدوان الصهيوني على مخيم نور شمس. حركة فتح وفصائل العمل الوطني الفلسطيني في طول كرم نعت شهدي الاعتداء الصهيوني وأعلنت الإضراب الشامل في مناحي الحياة كافة، فيما أشادت حركة حماس بالرد المسلح للمقاومة على الاقتحام وإيقاع عدد من الإصابات في صفوف جيش الاحتلال، متوعدة بأن المقاومين سيتصدون للمحتل في كل وقت ومن كل مكان. دعنا نبدأ معك أستاذ محمد ناجي صبحة من طول كرم. نبدأ من طول كرم، مشهد قريب لما شاهدناه بمخيم جنين، تدمير للبنية التحتية بمخيم نور شمس. ما الذي يحذر بالأراضي الفلسطينية؟ السلام عليكم، حياك الله أخي الكريم أنت وضيفك الكريم. يعني أنا كنت في مكان الدمار هذا وهو لا يبعد عن بيتي أكثر من 5 كيلومتر. هو ذات المشهد كما تفضلت، وهو توصيف صحيح وجيد، حيث أن الاحتلال يمارس نفس السياسة ونفس الطريقة، سياسة العقاب الجماعي، سياسة التدمير، سياسة الضغط على الناس حتى يلفظوا المقاومة. الاحتلال وقع في مجموعة من الإشكالات. الاحتلال الآن قلنا سابقا أنه في حيرة من أمره، لا يدري ماذا يفعل، وبالتالي هو يجرب مجموعة من السياسات لكي يحاول أن يقضي على المقاومة. الآن هناك استراتيجية تبنت المقاومة، تحدثنا عنها على قناتكم الكريمة، أن المقاومة استطاعت أن توجد نقاطا شبه آمنة، وتحديدا بدأت الملاحظة من نور شمس ثم كانت في مخيم جنين. وبالتالي هذين المخيمين لهما امتياز وخصوصية، أنهما يملكان مكانا آمنا تقريبا، يعني لا تستطيع قوات الاحتلال أن تقتحمه، في كل مرة تحاول اقتحامه لا تستطيع. وبالتالي عندما تدخل إلى أطراف المخيم وتعجز أن تصل إلى عمقه، فهي تنفذ هذه السياسة التي نراها دائما، هي تعبر عن فشلها من خلال التدمير الكبير، هي تعاقب السكان من خلال هذا الدمار، هي تضغط على السكان لتقول لهم ألفظوا المقاومة وارفضوها وهذا ما يجره المقاومون عليكم، وهي تعبير بهذا الدمار أيضا عن حقيقة الاحتلال، عن حقيقة الصهاينة وكيف يفكرون وكيف يتصرفون وكيف يتعاملون مع هذا الشعب الفلسطيني بالقمع والقتل والإرهاب والتخريب والدمار. وبالتالي هذا ما يمارسه الاحتلال على الأرض، وهذا ما شاهدناه كما ذكرت لك قبل قليل، هو دمار كبير، لأن الاحتلال، وهنا النقطة المهمة، يخشى من هذه البؤر، يخشى من هذه البؤر لأنه يرى أن هذه البؤر أصبحت أماكن آمنة تضم المقاومين، أصبحت نموذجا يمكن أن يحتذى في المخيمات الأخرى، ولذلك يكون التركيز على المخيمات. أصبحت مكانا إذا نفذ فيها مقاوم كما فعل المقاوم في حوارة ثم انسحب إلى مخيم جنين يمكن أن يحتمي به ويمكن أن يجد له ملاذا.
وهي تخشى أن يصبح هذه الأمكنة أماكن لتوريث الخبرات، هي تخشى أن تصبح هذه الأمكنة أماكن لتصنيع الصواريخ والعبوات شديدة الانفجار التي نراها. نعم. وبالتالي هناك مجموعة كبيرة من الخشية التي يشعر بها جيش الاحتلال، هذا يدفعه لأن يهاجم هذه المخيمات بكل هذه القوة وهذا العنف. نعم أستاذ فضل الشيخ، طبعا الكيان لا يدري ما يفعل لأن الاحتلال يخشى من هذه البؤر، هذا ما قاله الأستاذ محمد صبحة. الكيان جرف عددا من شوارع المخيم ودمر المدخل الرئيسي الشرقي لمدينة طول كرم، وقبل ذلك حدث ما حدث في مخيم جنين. دعني أسأل نفس السؤال، لماذا يركز الكيان عدوانه على المخيمات؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكافة سادة المشاهدين. الاحتلال يركز على المخيمات لأنه يعتبر أن هذه المخيمات تحولت إلى بؤر مؤرقة ومنتجة للمقاومة الفلسطينية، وعنوانا للتحدي كما كان لمخيم جنين. ولذلك كما أشير في تقريركم بأن الاحتلال يسعى إلى الضغط على الحاضنة الشعبية من خلال تدمير البنية التحتية وإحداث أضرار جسيمة في المخيمات. ومما لفت نظري خلال متابعتي لوسائل الإعلام العبرية أنه ينشر منشورا لأحد صفحات المخيم ومكتوب عليها كيف تحمي المقاوم وما هي الأمور المحظور استخدامها في خلال حتى الاقتحامات، يتناوله الإعلام العبري في سياق التبرير لجرائمه بحق الإنسان والحجر والبنية التحتية، ويقول بأن هذه نعم أستاذ فضل الشيخ. نعم سنعود أو سنعود الاتصال بك أستاذ إبراهيم فضل الشيخ. نعود إليك أستاذ محمد ناجي صبحة. طبعا في سياق دائما الحدث، الملاحظ أن المقاومة كانت شرسة مع كل اقتحام لهذه المخيمات، وقالت فصائل المقاومة إن فصائلها خاضت اشتباكات عنيفة قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المخيمين. هل التركيز على هذه المناطق راجع لتنامي قدرات المقاومة أم لأهداف أخرى لا نعرفها؟ يعني هذا أحد الأسباب ولا شك. وكما ذكرت لك قبل قليل، إن نمت المقاومة في مكان ما وإن أصبحت عصية على الاختراق أو على الاجتياح أو على الاقتحام ستصبح نموذجا يقتدى به، وبالتالي سيصبح ما كان في مخيم نور شمس وما كان في مخيم جنين مثله في مخيم طول كرم ومثله في مخيم الأمعري ومخيم الجلزون ومخيم قلندة ومخيم عكوة الجبر وباقي المخيمات ثم في المدن الفلسطينية الأخرى. وبالتالي هم يريدون أن يكسروا هذا النموذج المشرق في نظر الشعب الفلسطيني، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هم جربوا مجموعة من الطرق لقمع حالة المقاومة الفلسطينية. حالة المقاومة الفلسطينية تتنامى، ولعلكم لاحظتم في الفترة الأخيرة أن العمليات الفردية أيضا آتت أكلا كبيرة وأثرت وآذت الاحتلال كثيرا. وبالتالي الاحتلال بين شكلين من أشكال المقاومة، شكل العمليات الفردية والتي يسميها الذئب المنفرد، وشكل العمل الجماعي والمتركز في مخيم جنين ومخيم نور شمس وبعض المخيمات القليلة وفي البلدة القديمة من مدينة نابلس عرين الأسود وهكذا. وبالتالي هو يحاول أن يضرب العمليات الفردية لكنه يفشل. العمليات الفردية لا يوجد لها رأس ولا يوجد لها جسد يستطيع أن يضربه، وبالتالي يتوجه إلى الشكل الثاني يحاول أن يقمعه، فلا هو أفلح في هذا ولا هو نجح في ذاك. هو لم يستطع أن يغير شيئا في العمليات الفردية ولم يستطع أن ينجز شيئا في العمل المقاوم الجماعي داخل المخيمات الفلسطينية. وبالتالي هو في كل ما يسعى إليه يحاول أن يقضي على هذه الحالة. نعم. وأنا أقول هنا ملاحظة وأرجو أن تعطيني دقيقة لأقف عندها. الآن هو فشل في قضية الاجتياح مرة بعد مرة، فماذا سيفعل؟ لا أعتقد أن الاحتلال سيتوقف عند هذا الحد، ولا أعتقد أن الاحتلال سيعلن فشله، ولا أعتقد أن الاحتلال سيسلم بذلك، بل هو سيبحث عن طرق جديدة، سيستخدم العملاء وسيستخدم التحريشة
بين المقاومين، وسيستخدموا التكنولوجيا وسيستخدموا الضغط على السلطة لكي تمارس هذا الدور عوضا عنه، وسيستخدموا الحرب الاقتصادية، وسيستخدموا سياسة العقاب الجماعي، وسيستخدموا كل السياسات والأساليب التي استخدم بعضها في السابق والتي لا زال يستخدم كثيرا منها حاليا، والتي سيركز فيها على هذه البؤر التي لم ينجح بها من خلال. طيب نرحب بممثل فلسطيني الخارج معنا مباشرة من لندن الأستاذ زياد العالول معنا عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ زياد. طبعا دعنا نتحدث معك عن غزة قليلا. إطلاق حملة دولية بتنظيم من المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج من عدة بلدان بتزامن مع فعالية بميناء غزة للمطالبة برفع الحصار طبعا عن قطاع غزة والممتد لأكثر من 17 عاما. كيف ترى هذا النوع من الضغط أستاذ زياد؟ يعني الشعب الفلسطيني يخوض معركة حقيقية، معركة وجود مع هذا الاحتلال، وهذه المعركة لها أدوات كثيرة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الداخل الفلسطيني أو حتى فلسطين الخارج، فكل فلسطيني على وجه الأرض هو مستهدف لهذا الكيان. الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما بدأ يؤثر في كل مناحي الحياة، فنتحدث عن تعطيل تام لكل القطاعات الصحية والتجارية والمعابر، البطالة، التعليم، وواجبنا نحن كفلسطين الخارج كجزء من هذا الشعب، وبالطبع كنا نتمنى أن تكون المناصرة عربية ودولية إلى آخره، لكن أقول إلى الآن ربما الشعب الفلسطيني يخوض معركة وحيدة إلا مع من بعض الدعم العربي الشعبي أو الإسلام الشعبي والمناصرين، لكن معركتنا كبيرة مع هذا الاحتلال في قطاع غزة. الاحتلال يستهدف 2.5 مليون عبر سجن كبير، كما يستهدف مخيمات الضفة ومدن الضفة، هو يحاول أن ينهك الحالة الفتية لسكان قطاع غزة، وخاصة أن قطاع غزة يمثل حالة من المقاومة. المطلوب أن يكسر هذه المقاومة ويكسر إرادة الشعب الفلسطيني، لذلك أطلقنا حملة منذ أسبوع وبدأت بالأمس وتستمر حتى نهاية الشهر تحت عنوان افتحوا موانئ غزة. وبالمناسبة لا يوجد بقعة على وجه هذه الأرض حتى التي تخضع لي عقاب من الدول الغربية، كما حال قطاع غزة يخضع لحالة إغلاق كبير، حالة إغلاق تام، فنحن نتحدث عن بقعة جغرافية صغيرة لا يوجد عندها لا ميناء ولا معبر ولا مطار، بل تخضع لحصار كامل متكامل الأركان من الاحتلال. طيب. والاحتلال يسمح ما يدخل من بضائع لسكان قطاع غزة مثل السجين، لكن هذه ما يدخل من بضائع لقطاع غزة لا يعمل لا ديمومة ولا تنمية ولا يعمل مستقبل لسكان. طيب أستاذ زياد، عفوا المقاطعة، دعني أعود إلى الأستاذ إبراهيم فضل الشيخ. أستاذ إبراهيم، طبعا لك أن تكمل الفكرة التي قاطعناك فيها. كسؤال آخر رسميا، مطالب بحماية أممية للشعب الفلسطيني، نتحدث عن المرافعات لصالح القضية الفلسطينية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، هل ينظر إليها ويتم تطبيق اللوائح والقرارات الأممية على الأقل؟ يعني الحديث عن، أولا أبدأ بما ذكرت مؤخرا، الساحة الدولية المهمة جدا، لكن أعلم أن العديد من القرارات التي اتخذت أمميا والكل الفلسطيني الآن يحفظها بالأرقام، قرار 242338 وقرارات أمم المتحدة ومجلس الأمن التي اتخذت في صالح الفلسطينيين لم ينفذ منها أي قرار. نرى ازدواجية في المعايير، نرى الآن هناك محاولة إخضاع للشعب الفلسطيني وتهديد من على منصة الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية التي قدمت بخطاب إيجابي، لكنه خطاب يعني يحتاج إلى ممارسة وانعكاسات عملية على أرض الواقع، بالإضافة إلى الساحة الدولية وخاصة الجنايات الدولية التي لم يقدم لها
أي قضية إلى الآن من قبل الطرف الفلسطيني. بالعودة إلى الحديث عن التركيز الاحتلال على المخيمات، الاحتلال يفصل الضفة الغربية إلى ساحات ويقسمها إلى ذلك في محاولة لعزل هذه المناطق عن بعضها البعض، ويحاول أن يستفرد بجبهة دون الأخرى. لكن نشعر أن الاحتلال الآن يعيش حالة من الاستنزاف بسبب اتساع رقعة المواجهة معه. ليس الحديث مقتصرا على شمال الضفة الغربية، إنما هناك عمليات أخرى يوميا تدور، والاحتلال عبر جهاز الأمن العام ينشر أن أكثر من 200 إنذار قد وردت في الآونة الأخيرة لتنفيذ عمليات، بالإضافة لما نشر على القناة 13 من تحذير من اتساع رقعة العمليات، وما قام به الاحتلال اليوم من تعزيز وحداته الموجودة في الضفة الغربية، 22 وحدة إلى وحدة إضافية أخرى من وحدات جولاني لتعزيز قواته المتخوفة من انهيار الأوضاع بشكل أكبر، بخاصة بعدما قام بجرائمه المعتادة يوميا، وأصبحنا نسمع القتل اليومي والاغتيالات اليومية. حتى من ذكرتهم أنهم لا ينتمون إلى الفصائل، نحن نتحدث عن عدم تكافؤ قوى فصائل فلسطينية أو منفذين منفردين مقابل جيش نظامي مجهز لوجستيا مدعوم دوليا، ويعطى الضوء الأخضر في الساحة الدولية الآن من خلال استغلال نتنياهو للساحة الدولية للتحريض على القتل للفلسطينيين وتعيين وزراء متطرفين في هذه النقطة. أستاذ إبراهيم، جلعاد إردن المعروف بمواقفه في سبيل إرضاء وزراء هذه الحكومة الذين يريدون أن يتغولوا أكثر فأكثر من خلال الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية، وتوسيع رقعة الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض تزامنا مع اقتحامات المستوطنين اليوم التي شارفت على 700 مقتحم من المستوطنين اليوم، ومناظر غير مسبوقة، الرقصات الاستفزازية على أبواب المسجد الأقصى. طيب أستاذ إبراهيم، طيب في نقطة ما قاله نتنياهو، دعني أطرح سؤال آخر على الأستاذ محمد ناجي صبح. المقاومة طبعا قالت اليوم إن التصعيد الصهيوني في الأقصى هو تطبيق عملي لخطاب نتنياهو في الأمم المتحدة. ما الذي يفهم مما قاله رئيس حكومة الكيان الصهيوني؟ نعم، هو رئيس حكومة الكيان يتحدث عن عمليا عن الخطط التي بدأ بالشروع بها على الأرض. رئيس حكومة الكيان يريد أن يقول أننا انتقلنا مرحلة بعد مرحلة في السيطرة على القدس لتصبح القدس الموحدة، القدس الكبرى، القدس عاصمة الدولة اليهودية، القدس التي ليس لها للفلسطيني فيها أي حق. الآن على الأرض هم ينفذون هذا الكلام في هذه الأعياد، ونحن تحدثنا سابقا عن موضوع الأعياد اليهودية. الأعياد اليهودية هي محطات بالنسبة لهم محطات ملائمة ومناسبة للانتقال إلى مراحل جديدة. وحقيقة دولة الاحتلال تنتقل في الأعوام الأخيرة وفي الشهور الأخيرة على وجه الخصوص مرحلة بعد مرحلة في التعامل مع الأقصى ومع القدس وفي السيطرة عليها وفي حرق المراحل بشكل متسارع. يعني عندما كنت تتحدث قبل سنوات عن دخول بعض المستوطنين ليؤدوا بعض الصلوات في المسجد الأقصى كان هذا يعني مستهجنا، الآن أصبح طبيعيا، ثم أصبح العدد الكبير طبيعيا، ثم أصبحت الرقصات والصلوات التلمودية في ساحة المسجد الأقصى طبيعية، ثم أدخل البوق في هذه المرة الذي أعد لهذا الغرض ونفخ فيه للمرة الأولى إعلامي بشكل علني منذ 1967 وحتى الآن. مرة واحدة نفخ وهذه الثانية ينفخ في ساحات المسجد الأقصى. وبالتالي ما يقوله نتنياهو في على منبر الأمم المتحدة وما تقوله حكومته في على المنابر الإعلامية وفي لقاءاتها الداخلية وما يجري على الأرض في المسجد الأقصى وفي القدس هو في ذات السياق وعلى ذات النهج وفي ذات الطريق التي معناها والتي مفادها أن الكيان يسيطر جزءا بعد جزء على القدس وعلى المقدسات وعلى المسجد الأقصى لكي لا يبقي للمسلمين فيه شيئا. نعم، نعود إليك أستاذ زياد. نتحدث دائما عن الحملة أو المبادرة التي أطلقتموها، طبعا أصحاب الحملة يحملون العالم مسؤولية تدهور الوضع على الإنسان في قطاع غزة. نتحدث عن 2,300,000 فلسطيني يستغيثون، الصمت على استمرار الحصار يعتبر جريمة، أليس كذلك أستاذ زياد؟ بالطبع، يعني حصار قطاع غزة هو جريمة حرب حسب كل القوانين الدولية، وقد
قمنا بتقديم مذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية قبل شهرين، ونتأمل أن يكون هناك تجاوب من هذه المحكمة، رغم أن إسرائيل تبقى فوق القانون الدولي، وبكل أسف يقف المجتمع الدولي عاجز على محاسبة هذا الكيان. لكن أعلق على ما تحدث به الإخوة، هو ما نخوضه الآن هي معركة وجود. إسرائيل أنهت مشروع حل الدولتين، والحكومة المتطرفة في دولة الاحتلال الآن تحاول أن تسيطر على الضفة الغربية وتنهي الوجود الفلسطيني المؤسسي، وتصبح هناك سلطات أمنية تخضع للاحتلال بصورة مباشرة، وبالطبع تستهدف المخيمات كبؤر مقاومة. لكن نعود إلى حملتنا، الحملة انطلقت بالأمس وكان هناك تجاوب في العديد من الدول، وبالطبع الجزائر يوجد نشاط سياسي وبرلماني نهاية هذا الأسبوع. بالأمس كان هناك بداية الحملة، انطلقت من قطاع غزة والأردن وتركيا والكويت، وخلال هذا الأسبوع سوف تشهد العديد من دول أوروبا والعالم العربي وقفات واعتصامات وفعاليات مناصرة لقطاع غزة، وتطالب بفك الحصار المفروض على قطاع غزة تحت شعار افتحوا موانئ غزة. وأيضا هناك الضغط على المستوى السياسي، نستهدف من خلاله البرلمانيين والأحزاب السياسية، فهناك الكثير من الفعاليات المتواصلة، ونمارس دورنا في كسر هذا الحصار الجائر. وأنا أقول يعني على تلفزيون جزائري، وجه التحية مرة أخرى للجزائر والرئيس تبون. رئيس تبون أرسل مبادرة قبل شهرين بتزويد كل احتياجات قطاع غزة من الطاقة، أنا أشد على أيديه، هو قدم الطلب إلى السلطات المصرية. هذه المبادرة سوف تخفف الكثير من العبء الموجود على سكان قطاع غزة، وطالب أن يكون هناك للجزائر دور كبير، وأن يمضي الرئيس الجزائري في الضغط على السلطات المصرية من أجل توفير متطلبات الحياة، وأن يعمل المعبر على مدار الساعة، وأن تكون الجزائر رائدة في فك هذا الحصار المفروض على قطاع غزة. نعم، نعود إليك أستاذ إبراهيم فضل الشيخ. دائما في السياق أظهر نتحدث عن تقارير الأمم المتحدة التي تظهر أن أكثر من 1100 فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في الضفة الغربية، خصوصا نتحدث عن رام الله، نابلس والخليل، بسبب هجمات المستوطنين منذ عام 2022. هل برأيك أستاذ إبراهيم الوضع أخذ سياقات أخطر مع هذه المستجدات؟ بكل تأكيد. أولا أود أن أشير إلى نقطة حل الدولتين الذي غيب حتى في الخطاب الإسرائيلي الآن، ومن يتداول هذا المصطلح حتى يتعرض لنقد لاذع من قبل وزراء هذه الحكومة، ومتمثلة برئيس وزرائها نتنياهو الذي قال لن يكون هناك حل دولتين، وهذا من يعيش في الضفة الغربية وحتى في الداخل الفلسطيني، ما أعلن الاحتلال من إنشاء مستوطنة جديدة حتى في الجولان المحتل قبل أيام وعبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ما صرح نتنياهو بأن الوضع عندما تمت اللقاءات الأمنية في شرم الشيخ قبل يعني أشهر من الآن، وكانت هذه اللقاءات قد تناولت تجميد الاستيطان، خرج نتنياهو مصرحا بأن الوضع على ما هو عليه، بمعنى أن الحل السياسي غائب عن أرض الواقع ولا ينسجم مع الوقائع الآن. إسرائيل تحول الضفة الغربية وأيضا القدس إلى كنتونات مقسمة لا يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها، فأين ستقام الدولة الأخرى؟ حتى هذا الخطاب هو عبارة عن دغدغة لعواطف المجتمع الدولي الذي يحاول أن يصدر صورة من الحياد وأنه يقف مع الشعب الفلسطيني. فبالتالي نلاحظ أن الوقائع على الأرض تنافي ما يتم الإعلان عنه. المطلوب أن تكون هناك إرادة سياسية، وأن تكون مواقف حقيقية، وأن يعاد النظر في اتفاقيات كأوسلو أو تفاهمات أوسلو التي مضى عليها 30 عام. بقي لنا من الوقت القليل أستاذ إبراهيم، نتركه للأستاذ محمد ناجي صبحة. طبعا كآخر سؤال، طبعا فلسطين تعيش أياما صعبة مع فرض إغلاق شامل في الضفة والمعابر مع القطاع أيضا، لماذا يريد الكيان الصهيوني أن يفرض واقعا لا التاريخ ينصفه في ذلك ولا الأرض تقبله؟ يا سيدي هذا احتلال،
فماذا ترجو من الاحتلال؟ هو يحتل الأرض من حيث المبدأ، وبالتالي هو جاء بجرم كبير، وكل ما سوى ذلك يعني جرم صغير هنا وجرم صغير هناك في هذا العرف. فهو أولا احتل هذه الأرض، ثم قتل الإنسان، ولم يبقى جرم كبير ولا صغير إلا مارسه. هو في كل يوم أنت ترى منه جرائم جديدة. يعني هذا الصباح نحن صحونا على مثلا جريمة اقتحام لجامعة بير زيت واعتقال 8 من الطلبة المعتصمين داخل حرم الجامعة. وبالتالي أنت ترى أن شيئا لم يسلم من هذا الاحتلال. المساجد تنتهك، مراكز التعليم تقتحم، الشوارع تحرث حراثة، البنى التحتية تقتلع بشكل كامل، والإنسان قبل ذلك يقتلع من أرضه. فهذا هو ديدن الاحتلال الذي لن يتركه. أشكرك جزيلا الشكر مدير مركز الميدان للدراسات والاستشارات الأستاذ محمد ناجي صبحة، كنت معنا مباشرة من طول كرم. الشكر موصول أيضا للمتخصص في الشأن الصهيوني الأستاذ إبراهيم فض الشيخ، كنت معنا من القدس عبر سكايب. الشكر أيضا لزياد العالو الممثل فلسطيني الخارج الذي كان معنا مباشرة من لندن عبر سكايب. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الأفاضل. مشاهدينا الأكارم، مستمرون معكم في نبض العالم. الهجرة غير الشرعية، الظاهرة والأسباب بعد قليل. مرحبا. ذكر تقرير أممي أن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هي أكثر طرق الهجرة البرية في العالم التي تشهد سقوط قتلى. ووثقت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة وقوع 686 وفاة وحالة اختفاء بين المهاجرين عند الحدود العام الماضي. المزيد في تقرير ميليسا نورخميلات. على أخطر طرق الهجرة وأكثرها دموية في العالم يستمر مسلسل تدفق مئات المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رحلة منهكة وخطيرة نحو المجهول، وقعت ضحيتها نحو 700 حالة وفاة واختطاف بين المهاجرين عند الحدود العام الماضي. سجلت المنظمة الدولية للهجرة مقتل واختفاء 686 مهاجرا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في العام 2022، مما يجعل هذا الطريق البري الأكثر دموية للمهاجرين في جميع أنحاء العالم العام الماضي. تتعدد طرق وصول المهاجرين إلى الحدود، منهم من يتسلق القطارات التجارية خلال سيرها، ومنهم من يقفز في مياه نهر ريو غراندي من الضفة المكسيكية. لا السياج الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك ولا الحواجز العائمة بالأسلاك الشائكة تعوق وصولهم، يتحدون كل شيء بحثا عن الأمان وتمسكا بالحلم الأمريكي. نريد العبور إلى الولايات المتحدة من أجل مستقبل أفضل. لقد كانت الرحلة صعبة للغاية، لقد تعرضنا لسوء المعاملة وجعنا وعانينا، الأطفال متعبون، لكننا نسير بعون الله. سنعبر الحدود حتى نتمكن من القيام بعمل جيد، لأن بلدنا تضرر بالفعل. قمنا بتعزيز الأمن، وفي يونيو ويوليو كان الوضع على ما يرام، كان الوضع هادئا، ولكن في نهاية أغسطس بدأ المهاجرون في الوصول مرة أخرى، وهناك بدأنا نرى المزيد من المهاجرين من جنسيات مختلفة. تخصص السلطات الأمريكية إمكانيات هائلة لتأمين حدودها الجنوبية من خلال إنفاقها 3.5 مليار دولار ونشر 17,000 عنصر أمن من حرس الحدود يجوبون المناطق الحدودية. ويشكل ملف المهاجرين تحديا محفوفا بالمخاطر السياسية للرئيس جو بايدن.
أستطيع أن أقول بوضوح تام، لا تأتوا إلى الحدود دون إجراءات قانونية، لا تترك بلدتك أو مدينتك أو مجتمعك. تلقى تصريحات الرئيس الأمريكي انتقادات من كل من اليمين الذي يتهمه بالتقاعس في مسألة الهجرة، ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في موقفه مساسا بحق اللجوء، فيما تقدم شكاوى وانتقادات كثيرة للممارسات الوحشية والظروف غير الإنسانية في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية. حسناً، هنا فقط يوجد 300 شخص، وهذا ليس مأوى، هذا مبنى مهجور واتخذناه كمأوى، هكذا نعيش. الإعلام يقول أننا في الملاجئ، نحن لسنا في ملجأ. تظل الهجرة غير الشرعية في الأمريكيتين أزمة إنسانية وسياسية دائمة تكبر مآسيها يوميا في غياب حلول جذرية تحد من أثرها، لتبقى الحدود الأمريكية المكسيكية طريق الحلم المميت الزاهق للأرواح الحالمة. ولبحث الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة من تونس عبر خدمة زوم الإعلامي والأستاذ الجامعي أنيس المرعي. مرحبا، أهلا وسهلا بك. ومن باريس نرحب بالأكاديمي ورئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود الدكتور فرانسوا دو روشا معنا عبر سكايب. مرحبا، أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك دكتور فرانسوا، طبعا التقرير رصد طريقا واحدة للهجرة، نتحدث عن الحدود المكسيكية الأمريكية. كسؤال نبدأ به هذا النقاش، هل العصر الذي نعيشه تحت مسمى العولمة أساس في تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ السلام عليكم وعلى مشاهديكم الكريم وعلى ضيفكم الكريم. يعني بنتكلم عن توصيف القانوني لهذه المأساة الذي هو يصطلح عليها بالمسؤولية التقصيرية لهذه البلدان، بحيث أنها بدل أن تسرع في إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين يأتون إلى حدودها، هي الآن التهم يعني تحول حولها، وأنها تساهم في خلق المشاكل بالنسبة لهؤلاء الناس. وعلينا هناك قانون دولي علينا أن نحترمه، لأن كل إنسان يأتي يعني يطلب المساعدة علينا أن نستقبله ولا نرحله بشكل بترحيل قسري، لأن هذا محرم في القانون الدولي. فالقانون الدولي بقدر ما يحمي اللاجئ فهو يدافع كذلك عن حقوقه. ويمكننا القول بأن هذه السلطات الأمريكية يعني بدل أن تتعاطى مع قضية اللاجئين والمهاجرين بمقاربة اجتماعية واقتصادية، للأسف مقاربتها فقط مقاربة أمنية بحتة. وتناست هذه الدول كل المسؤولية، مسؤوليات الدوافع والأسباب التي جعلت هؤلاء يفكرون بالهجرة واللجوء لها. هناك يعني دوافع وأسباب جعلت هؤلاء يفكرون باللجوء، لأن هذه الدول استنزفت الموارد الطبيعية في هذه الدول وغيرها من البلاد الأخرى، وهي كذلك فاعل أساسي في عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول. وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في نتائج تدخلها في الشؤون الداخلية لهذه البلدان. طيب، التهم تحوم حول هذه الدول المتقدمة. أستاذ أنيس، ما مدى مسؤولية الغرب عن هذه المأساة التي فرضت في ذروة العولمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك أخي الكريم ولكل المتابعين ولضيفك الكريم أيضا. بطبيعة الحال هي المسؤولية يمكن أن نضعها على عاتق الغرب، لأنه في سياسات العولمة مثل ما تم وضعها في بداية نهاية القرن يعني الماضي، وخاصة مع اتفاقيات الـOMC واتفاقيات الجات قبلها، فكانت العولمة من أساسها، وهذا ما أشار إليه ضيفكم الكريم، محاولة ربما للولوج إلى أسواق كانت
بطبيعتها صعبة نوعا ما للغرب للولوجي إليها. فتم كما تعلمون يعني التقليص في مثل هذه المعاليم الديوانية باعتبار وأنه كل السلع الآتية من الغرب يمكن لها أن تجد أسواقا في دولنا. الإشكال الذي صار وأن النسيج الاقتصادي المحلي ضرب بنوع من التنافسية الغير الشريفة وغير النزيهة، دعني أقول ذلك، وبطبيعة الحال خلق ذلك مشاكل كبرى على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. فأول ربما مسؤولية كانت هذه الخيارات الكونية التي اعتمدها الغرب لكي يدمج دول النامية أو في طور النمو في مجال العولمة، ومن ثم محاولة ضرب النسيج الاقتصادي المحلي باعتبار وأن الأسواق يجب أن تكون أسواقا مفتوحة. هي أسواق مفتوحة للغرب، وهي مفتوحة أيضا افتراضيا لكل هذه الدول التي ننتمي إليها، ولكن هناك منافسة غير ممكنة بين دول متقدمة جدا ودول ليست في مثل هذا التقدم. فالمسؤولية ربما تبدأ من هذا الشأن، وعليه لم يكن هناك نوع من الإجراءات المصاحبة لكي يتم ربما الأخذ بعين الاعتبار المستويات الاقتصادية والاجتماعية في مثل الدول التي ننتمي إليها. وبطبيعة الحال أصبح الملاذ بالنسبة للآلاف وبالنسبة للملايين هي هذه الدول التي انتفعت من سياسات العولمة. طيب. وفي حقيقة الأمر لم يكن مجدي جدا أن ندخل في العولمة، ولكن بالنسبة للدول التي ننتمي إليها لم يكن لنا أن لا نستجيب إلى هذا الواقع الذي فرضته دول الغرب. نعم دكتور فرانسوا، طبعا المنظمة الدولية للهجرة قالت إن ما يصل إلى 1000 مهاجر غير شرعي توفي وفقد أكثر من 1200 بالبحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام فقط. كيف نفسر هذه الأرقام الكبيرة؟ أكثر من هذا بكثير، كما قال البابا فرانسوا، قال أن أصبح البحر المتوسط أكبر مقبرة في العالم، يوجد فيها الآلاف الجثث. نستطيع أن نقول مئات الآلاف من الجثث الآن موجودين في 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 عمق البحر المتوسط. صحيح أن الدول الأوروبية الآن متجهة عبر آلية المجلس الأوروبي إلى تشديد إجراءات الهجرة، والاتفاق بين الدول الأوروبية كان مجتمعة على توحيد سياساتها المتتبعة من أجل حد من تدفق هؤلاء المهاجرين. ورغم الخلاف الآن الدائر كما تعلمون بين ألمانيا وفرنسا مثلا في مقاربة موضوع الهجرة واللاجئين، فإنها على الأقل تتفق على تشديد، يعني متفقة هذه الدول حتى ولو ولأنها تختلف بعضا ما في تشديد حفر السواحل من يقظته في مراقبة الحدود ومنع المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأوروبية. وأعتقد كذلك أن الأوروبيين لم يعالجوا بعد الأسباب، بعد أسباب الهجرة واللجوء الحقيقية والعميقة والتي تتمثل كما قلت لكم أساساً في تدخلاتها في القرار السياسي لعدد من دول المهاجرين الأصلية، بحيث أن كل الصراعات السياسية والمسلحة وبعض الأزمات كذلك الاقتصادية في هذه الدول، دول الأصل، نجد الدول الأوروبية طرفاً فيها. تعرفون ماذا حصل في ديسكلوز هذه مع فرنسا، وفيها وهي كذلك هي الفاعل الأساسي. فلننظر ماذا حدث في مالي في ساحل العاج، وكذلك من قبل في العراق في أفغانستان والآن في تونس وفي سوريا وليبيا. فلكي تعالج الدول الأوروبية مشكلة اللجوء عليها أن ترفع يدها عن التدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول، ودون ذلك لن تنفعها مشاريع قوانينها سواء على المستوى الأوروبي أو على المستوى الوطني. وكذلك علينا لا ننسى أن مقربة الانتخابات الأوروبية بعد تقريبا أقل من سنة من الآن، حيث يكون فيها موضوع الهجرة واللاجئين هو المادة الدسمة في الحملات الانتخابية. فهذه القانون قوانين ما هي إلا
در للرماد في العيون وهي فقط هي نوع من ال- 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 الكلام السياسي الذي لا قيمة له. نعم أستاذ طبعا أنيس، نتحدث عن نقطة التنمية، هذا الفارق في التنمية بين الشمال والجنوب، نتحدث عن الطرق الخطيرة والتي تسجل مآسي دوريا، هي الهجرة عبر أفريقيا، حيث أن مسار هذه الرحلة أكثر تعقيدا من باقي طرق الهجرة غير الشرعية، ظروف بيئية قاسية، عصابات الاتجار بالبشر، الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، يعني كلها تهدد حياة المهاجرين. هل توافق الدكتور فرانسوا في أن الغرب هو السبب في ما يحدث؟ هو بطبيعة الحال هناك في هذا الشأن نعتبر أن هناك مسؤولية مشتركة، هناك مسؤولية الغرب التاريخية باعتبار أنه نهب الثروات وكل هذه الأمور، ولكن لنكن نزهاء أيضا ونقول وأن الحكومات الموجودة حاليا والتي وجدت منذ الاستقلال، يعني بالنسبة للدول الإفريقية خاصة ما تحت الصحراء، هي حكومات فاسدة، هي حكومات يعني معروفة بالجشع ومعروفة بالعديد من المأساة، والانقلابات الأخيرة في الغابون وغيرها من الدول هي ربما نوع من الأمثلة التي يمكن أن نسوقها. أستاذ أنيس، عفوا عن المقاطعة، معنا، سأعود إليك أستاذ أنيس، معنا مدير إذاعة فرنسا المغرب العربي 2 الأستاذ طارق مامي معنا مباشرة من باريس، مرحبا أهلا وسهلا بك. أستاذ طارق، نتحدث عن البحر، نتحدث عن البحر الأبيض المتوسط، نتحدث عن الهجرة عبر هذا الطريق، وقوع أكثر من 75% من الضحايا في هذا البحر على مدار السنوات العشر الماضية، نحن نتحدث عن 20,000 هالك منذ 2014، لماذا لم تتخذ إجراءات للحد من ذلك؟ أم فيه قول آخر وأسباب أخرى أستاذ طارق؟ شكرا للاستضافة. مرحبا. العدد الذي يدور عند الصحفيين في فرنسا هو 40,000 ميت في البحر المتوسط، وبعض الصحفيين يسمون اليوم البحر الأبيض المتوسط بمقبرة المتوسط. والمشكلة الأساسية أنه كل هذا حسب تفكيري هو يعني يأتي في مساق تاريخ طويل منذ الاستعمار الفرنسي خاصة لإفريقيا، لشمال إفريقيا، بلدان المغرب العربي وإفريقيا ما تحت الصحراء. ولذلك بعد الاستقلال وصل للحكم رؤساء لا يشتغلون لبلادهم أو للشعب الذي ينتخبهم حتى في البلدان التي هناك فيها انتخابات، ولكن لمصالح الغرب. فمثلا العلاقة ما بين ما يسمى الفرنسا فريك، يعني العلاقة ما بين فرنسا والبلدان الأفريقية، أنه البلدان الأفريقية أصبحت بلدان تحت الاحتلال السياسي بنوع آخر. فالاحتلال عندما كانت هناك يعني القوة العسكرية الفرنسية كانت بنوع العسكر، وبعد 1960 تقريبا أصبح احتلال اقتصادي وثقافي وغيره. ولكن اليوم الشباب في المغرب العربي وفي إفريقيا ذهب إلى المدرسة وتعلم كثير، وأتت ما يسمى الآن الريزو سوسيو، شبكات التواصل الاجتماعي. فالمواطن إن كان يعيش في البوركينا فاسو أو في الجزائر أو في الغابون يعرف كل ما يدور في بلاده وخارج بلاده، وهذا يعطي لكل الشباب خاصة الأمل في حياة أفضل، حتى وإن كانت الحياة أصعب في أوروبا للمهاجرين الذين يصلون حتى فرنسا ولا إنجلترا خاصة. طيب أستاذ طارق، ما دمنا دائما نتحدث عن في هذه النقطة، دعني أعود إلى الأستاذ أنيس المرعي، طبعا عفوا عن المقاطعة. الغرب ليس لديه أزمة مهاجرين، بل يبحث عن النوعية في انتقاء المهاجرين. ما الذي يريده الغرب من خلال هذه الممارسات الانتقائية؟ هو بطبيعة الحال ربما أنهي الفكرة التي قطعتها أستاذ الكريم. يعني في الدول كما تفضل الأستاذ الذي من قبلي، في هذه الدول مثل ساحل العاج مثلا أو الـRDC،
هي تعمل في 9 و10% و8% نمو في الناتج الداخلي القومي، ولكن الإشكال الأكبر في توزيع الثروات، وهذا الذي يجعل وأن في مثل هذه الدول الشباب ليس لهم أي مطمع، لا يمكن لهم أن يكونوا أي مطمع في الازدهار، والمصعد الاجتماعي معطل بالكامل، وهذا الذي يجعلهم بالرغم من أن هذه الدول غنية وغنية وغنية جدا. للإجابة على السؤال الثاني، بطبيعة الحال هناك حركة انتقائية كبيرة، ونحن في تونس نعاني كثيرا من هذا، فالعديد من الأطباء الذين يدرسون في القطاع الخاص حصريا، المهندسين كذلك هم يحلمون ويذهبون سنويا بالألاف إلى أوروبا وكندا وأمريكا، وهذا الإشكال الذي جعل وأنه في تونس اليوم نعاني من نقص على هذه المستويات، لأنه مستويات التأجير لا يمكن أن تقارن ببعضها. فهذه الانتقائية هي في صالح الدول الغربية، وهي التي تسعى اليوم إلى استقطابهم. في المقابل لا يوجد هناك استثمارات حتى لوجود أكثر جامعات أو أكثر مدارس تكوين أو غيرها للضخ بالمزيد من هذه، لأنه في المقاربة التي أعتمدها وأنهي بهذا، هو بما أنه يمكننا كدول جنوب المتوسط أن نكون جزائريين، مغاربة، تونسيين، مصريين وغير، أن نكون يد عاملة يعني مؤهلة جدا، فلماذا نكون في 1000 و2000 و3000 في الوقت أن الغرب يحاول أن يستقطب العشرات الألاف؟ لماذا لا يساعد الغرب هذه الدول على تركيز أكثر كليات أكثر ربما، وتصبح هذه يعني هناك مائنة للتصدير مثل هذه الكفاءات، وعليه يمكن أن نصبح استقطابا للعملة الصعبة كما هو الحال بالنسبة للبنان مثلا الآن. نعم دكتور فرانسوا، نتحدث عن، نخرج قليلا، نتحدث عن الأزمة الأوكرانية التي كشفت أن استقبال المهاجرين واللاجئين مرتبط بنمط الثقافة الأوروبية التي لا تقبل غير الأوروبيين، مثلا الخطاب العنصري في فرنسا. نحن أمام صراع حضاري يتجسد أو يتجسد في ملف المهاجرين، ما رأيك؟ طبعا هناك هذا غير إنساني، غير أخلاقي، غير قانوني كذلك. رأينا ماذا حصل للمهاجر الأوكراني، وماذا حصل للمهاجر اللاجئ السوري، الأفغاني، الإفريقي، الإفريقي والجزائري، المصري. هؤلاء الناس الذين يعانون، يموتون في البحر المتوسط. نحن نتحدث عن كذلك عن هذا الشكل البشع الذي يقاد فيه ويرحلون بشكل قسري، وهذا محرم في القانون الدولي بالنسبة لهؤلاء اللاجئين. فالقانون الدولي بقدر ما يحمي هؤلاء اللاجئين فهو يدافع كذلك عن حقوقهم، ويمكننا القول بأن السلطات الغربية بدل أن تتعاطى مع قضية هؤلاء اللاجئين الذين قدموا من هذه الدول بمقاربة اجتماعية واقتصادية، للأسف مقاربتها فقط مقاربة أمنية بحتة، وقد نسيت أو تناست السلطات الغربية أنها مسؤولة كما قلت لكم في البداية عن الدوافع والأسباب التي جعلت هؤلاء يفكرون بالهجرة واللجوء لهذه الدول، وهذه الدول ساهمت في استنزاف كما قلت لكم كذلك الموارد الطبيعية في تونس وغيرها من البلدان الإفريقية والعربية، بل أكثر من ذلك فهي فاعل أساسي في عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول. وكذلك تفضل دكتور فرانسوا. سنتحول إلى الأستاذ طارق مامي، لدينا سؤال آخر، نتحدث عن الجهة الأخرى، نتحدث عن أمريكا الشمالية والجنوبية، أمريكا اللاتينية، طبعا ثقافة غربية محضة. الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس أرض مبنية على المهاجرين، لكن لما يتعلق الأمر بالمكسيكيين يتم رميهم في محتجزات وبناء جدار عازل. ما رأيك في دول تنادي بحقوق الإنسان وتنشئ أكبر جدار فصل على حدودها؟ يمكن أن نقول اليوم أن هناك إفلاس أخلاقي
للغرب لأنه اليوم يمكن أن نقسم العالم من الجنوب، كل الجنوب وكل الشمال، والغرب هو في الشمال، ولكن هذا الغرب هو يتكون في كندا وأمريكا وأوروبا إلى حدود أوكرانيا اليوم، بمنه مثلا روسيا اللي هي في أوروبا لا تعتبر تقريبا يعني لا من الشمال ولا من الغرب. واليوم عندكم مشكلة أخلاقية أنه هل الغرب الذي يتواجد في الـ في الـ في, في الأوتون يعني في القوة العسكرية للشمال تعتبر نفسها أن هي تحتكر الثقافة وطريقة التعامل مع حقوق الإنسان. وعندما نرى كيف تعامل البوليس الفرنسي مثلا المظاهرات، وكيف يعامل البوليس الأمريكي الأمريكيين السود، نرى أن هناك نظرة يعني نظرة علوية لكل ما هو ما يقال أنه ليس بالبشرة البيضاء. فهناك يظهر لي عقدة نفسية في تعالي بعض الشعوب وبعض وشعوب خاصة الشعوب البيض اليوم بالنسبة للشعوب الأخرى، فهم يعتبروا مثلا تونس والجزائر والمغرب مخزون للأطباء للمهندسين، فالدول دول الجنوب تنفق الكثير لتحضير هذه الأساتذة المهندسين، وعندما يكونوا هؤلاء في وقت الإعطاء الكبير فرنسا والغرب يقبلهم بكل حفاوة، حتى ولو أنه مثلا الطبيب الذي يأتي من الجزائر بشهادة جزائرية في فرنسا لا يأخذ نفس الرتبة ولكن يصبح ممرض. فهي بالنسبة لي أنا نظرة عقلية. وخطاب البابا البارح في مارسيليا وضع النقاط على الحروف في استقبال الآخر. دعني أطرح سؤال آخر فيما بقي من الوقت على الأستاذ أنيس. نتحدث عن المهاجرين الذين وصلوا إلى هذه الدول المتقدمة إن صح التعبير، نتحدث عن مثال الدول الإسكندنافية، سلخ واضح لثقافة المهاجرين وإجبار على التحول إلى الثقافة الغربية أو سلب أبناء المهاجرين، ألا ترى أن هذا تناقض مع مبادئهم وشعاراتهم التي يرفعونها؟ وباختصار رجاء أريد أن أسوق لك ملاحظة صديقي الكريم. الجمعة الماضي في الرائد الرسمي للجمهورية الإيطالية تم وضع أمر مخجل وقبيح جدا بالنسبة للمهاجرين الذين طلبوا حق اللجوء، الذي لم تمكنهم العدالة في المرحلة الأولى من التقاضي أن يأخذوا هذا الحق، فإنه يكون مجبور عليهم أن يدفعوا 5,000 يورو لكي لا يذهبون إلى مراكز الإيقاف. هذا جديد وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية الإيطالية يوم الجمعة الماضي. بطبيعة الحال هم يتكلمون عن اندماج ويتكلمون على الدخول في طقوس ومذاهب الدول التي تستضيفهم. أنا لا أنكر ذلك لأنه لا يمكن لنا ربما أن نكون دول داخل الدول، ولكن يجب مراعاة أيضا خصوصية العرب وخصوصية اللاجئين عموما والمهاجرين. نعم دكتور فرنس، وعذرا على عدم إعطائك الكلمة لضيق الوقت، أشكرك جزيلا الشكر الأكاديمي ورئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود الدكتور فرنس ودروش، كنت معنا مباشرة من باريس عبر سكايب. الشكر موصول أيضا للإعلامي والأستاذ الجامعي الأستاذ أنيس المرعي، كنت معنا مباشرة من تونس عبر خدمة زوم. الشكر موصول أيضا للأستاذ طارق مامي مدير إذاعة فرنسا المغرب العربي 2 الذي كان معنا مباشرة من باريس. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الأفاضل مشاهدينا الأكارم، ختام رب العالم لهذا اليوم، إلى اللقاء.